هلأ مكرمنا رائد من رواد الإعلام. And I'm a huge fan of our next honoree. وزملته الشهيرة ببداية برنامجه أربط الأحزمة رح نبدأ بالعناوين. أدعو السيد طارق الإبراهيم مدير عام قناة MBC1 والإعلامية هدى ياسين إلى المسرح. مساء الخير جميعا واهلا وسهلا فيكم. اليوم بيسعدني وبيشرفني اني اقدم اعلامي من الطراز الرفيع حاور اهم مشاهير العالم العربي، قدم وجه مختلف للاعلام الرياضي ومزجه بالقضايا الاجتماعيه، محققا طبعا احلام المئات. ضيافه جوز طبعا للزميل المتألق دائما والمحترف مصطفى الآغا. حققت أحلام الآلاف من الناس، ولكن لم أنسى أن أحقق حلمي في أن أصبح علامة فارقة في عالم الإعلام وأضع لنفسي مكانة كبيرة على خريطة الصحافة والتقديم التلفزيوني. تنقلت بين الصحافة المكتوبة والإعلام المرئي وبرعت في الاثنين. قدمت الطريق إلى كأس العالم ومقهى الرياضة أصداء العالم، ونال برنامجي صدى الملاعب جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي. نلت العديد من الجوائز ولقبت بأفضل مذيع رياضي عربي. أنا عميد الإعلام الرياضي، أنا المؤثر الاجتماعي، أنا مصطفى الآغا. أني قصير فلازم نزل. أقول دائما ورد الإنسان وهو على قيد الحياة أفضل من باقة ورد على قبره وهو ميت. واليوم أكرم بسبب رجل غير موته حياتي، والدي الذي أهديه هذا التكريم وهو الأول لي بعد رحيله. رحيله الذي جعلني أبدأ رحلة جديدة مع الكلمة ومع الحياة نفسها. شكرا لله أولا، وشكرا لكل من علمني حرفا فبسبب الحرف أكرم اليوم. شكرا لمن تحملني من أهلي، لزوجتي الصابرة على تقلباتي. شكرا ضيافة، شكرا دكتور ميشيل الظاهر. شكرا من القلب للجمهور الذي يتابعني إن كان على الشاشة أو السوشيال ميديا، فهو وقود عملي وشغفي وإصراري على أن أكون بصمة في زمن صعب، زمن مليء بأصحاب البصمات الحقيقيين والمزيفين المشهورين على حد سواء. شكرا. مبروك مصطفى الآغا.